بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هذا الفيديو الثاني في الوصفيه، تمام؟ المقدم من فريق كاتش 22 وفريق الرسم الهندسي، المحاضر معتز محمد. طيب اليوم رح نحكي عن المستويات. هلا المستوى فرقه عن الخط انه هو عباره عن عدد لا نهائي من الخطوط، يعني بمعنى الان انا عندي النقطه هي اصغر جزء في الفراغ. النقطه اذا كان في مجموعه نقاط متتاليه وعددها هائل سوي لي خط، وإذا كان في عندي مجموعة خطوط متتالية تسوي لي مستوى. طب شو تعريف المستوى إذن؟ المستوى هو عبارة عن عدد لا نهائي من الخطوط تقع على استقامة واحدة. بمعنى أن هذا اللوح عندي مستوى، الأرض مستوى، السقف مستوى، كل هاي مستويات. المستويات مع بعض بتشكل الحجوم. الحجوم إن شاء الله ممكن نحكي عنها في آخر فيديو في سؤال المخروط اللي كان من أسئلة السنوات السابقة. طيب بس هسه خليني احكي في نقطة مهمة قبل ما ابلش في المستويات. المستويات هي عبارة عن، باكد عليها، هي مساحة لا نهائية. فيعني اذا اجينا سوينا هذا المثلث وسميناه مستوى A B C، هذا لا يعني انه المثلث هذا هو خلص بس المستوى، لا، ممكن يكون في نقطة دي بحكي لي في السؤال انها تقع ضمن المستوى، فهي تقع ضمن المستوى. طب انا ليش حطيت A B C؟ A B C هي ممثل عن المستوى، ممثل عن المستوى، بمعنى هي A و B و C انا راسمهم على اللوح، فهم من ضمن مستوى اللوح. طيب دي مش انا رسمها على اللوح؟ بما اني رسمها على اللوح فهي من ضمن المستوى. فاحنا زي ما حكينا بنأكد انه المستوى هو فقط لما نعبر عنه ثلاث نقاط، هي مش انه هي فقط المستوى، وانما هي بس بتعبر عن المستوى. طيب هلا المستوى بيظهر في حالات كثير. اول حاله منهم زي ما شرحنا في الخطوط، لو رسمنا الان المحاور، اول حاله منهم اذا كان هذا المستوى True size بمعنى انه في بعده الحقيقي. الان بدنا نسميه A B C. هسه احنا اتفقنا على قاعدة حكيناها ولازم نحفظها، انه ما بعد الموازي حقيقي. فاذا كان هذا حقيقي فالمنطقي انه يكون قبله موازي. طب كيف موازي؟ الان هذا المستوى تخيل معي انه معنا ورقة، تمام؟ الورقة انا شايفها ورقة، لو مسكتها ولفيتها وطلعت عليها من الحفة شو بشوفها؟ بشوفها خط. هذا الخط إذا كان موازي للمحور، بمعنى لو كانت بطريقة هاي A و B و C، إذا كانوا زي هيك هذا يعتبر خط، هذا يعتبر إيش؟ مستوى ظاهر كخط، والخط هذا موازي فما بعده حقيقي. الآن المنطق بحكي إنه آجي ألاقي هون خط موازي. لو مدينا C أخذناها من هون هاي C، لو مدينا B أخذناها من هون هاي B، لو مدينا A اخذناها من هون هي A، فبصفي عندي ايش؟ ظهر برضه كخط موازي، تمام؟ في نقطة كثير كثير مهمة، إذا تم سؤالنا عن سلوب أنجل، سلوب أنجل، سلوب أنجل يعني زاوية الميلان. هلا احنا ان شاء الله رح نطلع الفيديو كامل للسلوب أنجل، بس حتى نكون عارفين، السلوب أنجل معناها زاوية الميلان عن التوب. فإذا كان هذا ترو سايز في التوب، فبما انه هيك موازي الان هذا الخط، يعني انا شايفه هيك، معناته انا شايفه انه التوب حقيقي، فالزاوية بيني وبين التوب رح تكون صفر. إذا كان هيك رح تكون صفر، وإن شاء الله بس نشرح في السلوب أنجل رح نحكي ليش صفر ونعدل الموضوع. طيب إذا هذا النوع الأول اللي بيكون فيه ترو سايز. النوع الثاني إذا ظهر هذا الخط مش، إذا ظهر هذا الخط مش موازي. إذا ظهر هذا الخط مش موازي، بمعنى كان هيك، كان عندي خط هيك A B C، الآن البلان اللي هون، البلان المستوى ما بقدر أحكي عنه حقيقي. السبب إنه هون مش موازي، ما دام مش موازي فهذا أكيد مش حقيقي. لو عملنا خط ال 45 وجبنا النقاط، هاي نقطة B وهي نقطة C وهي نقطة A، لو وصلنا بينهم رح نلاقي انه ايش؟ ظهر كمستوى، وهذا المستوى برضه غير حقيقي. هذا المستوى غير حقيقي ليش؟ لانه لاحظوا اللي قبله مش موازي. اذا هذا المستوى بنسميه FS، معناها فور شورتن يعني غير حقيقي. والخط هذا اسمه ايدج فيو،
سواء كان موازي او لا. هاي الاتصالات ضروري نعرفها عشان تسهل عملية الشرح لقدام لما نشرح المواضيع الثانية. طيب النوع الثالث اذا ظهر كمستوى في الثلاث حالات بنسميه اوبليك بلين، اوبليك بلين او اوبليك بلان، اللي هو اذا ظهر هاي الطريقة. لو جبنا خط 45 راح يطلع عنه مستوى ثالث. هاي الثلاث مستويات هي حقيقة كلياتها فور شورتن، ما فيها حقيقي ولا فيها ايش ترو سايز. طيب هلا هيك احنا بنكون انهينا الاساسيات والانواع اللي هي عن الـ الـ الاساس البيس اللي راح ننطلق منه في الهندسه الوصفيه. ان شاء الله الفيديو الجاي راح يكون عن طريقه التنقل بين الاوبليك لاين لحديد النورمال لاين، وبرضه الفيديو اللي بعديه راح يكون عن التنقل بالمستويات. يعطيكم الف عافيه.